لن تصدق ما وجد مدفونا تحت الصحراء. لمعرفة المزيد من التفاصيل تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. المركز الأول سنخصصه لمتجر برادا في وسط الصحراء. حسنا، نحن لسنا مجانين. قد يبدو الأمر غريبا، ولكن هذا صحيح نوعا ما. يوجد متجر لهذه العلامة التجارية الشهيرة في مكان يصعب توقعه. ما يظهر من خلال النافذة حقيقي بالفعل، فهناك يمكنك أن تجد 31 قطعة فقط من الحقائب والأحذية من الماركة الإيطالية، وهي تنتمي لمجموعة أصدرتها سنة 2005. ولكن المتجر الموجود في الصورة ليس متجرا عاديا، بل متحف تم إنشاؤه في نفس العام من قبل فنانين اسكندنافيين يدعيان مايكل إلميغرين وإنغار دراجيست، وهو يمثل الإفراط في التسوق التجاري لكل شيء وافتتاح المتاجر في كل مكان. ولكن بعد ذلك أصبح رمزا لثقافة الموضة. يقع هذا المتجر على بعد 35 كيلومترا شمال الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وتم بناؤه بنفس مبدأ اللاند آرت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، قبل أن تختفي هذه الأعمال بمرور الوقت. في الواقع تم تخريب العمل في عدة مناسبات حتى قررت مؤسستان ثقافيتان إبقاءه في حالة جيدة. المركز الثاني يعود للرجل الغامض من ماري. تم تحديده مؤخرا بعد مرور 20 عاما، إذ قرر طيار مروحية التحليق فوق وسط أستراليا ورصد شخصية رجل عملاق محفور على سطح الأرض. يعتقد أن هذا التمثال الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 4.2 كيلومتر، والذي يقع على هضبة نائية في ولاية جنوب أستراليا، هو صياد من السكان الأصليين يدعى ماريزمان، وهو من قرية مجاورة. إنه أحد أكبر الأشكال الجيوغليفية في العالم، وما زال هذا الرجل ليومنا هذا يعتبر لغزا كبيرا، إذ لا يعرف لمن ولماذا تم تجسيده. والأكثر من ذلك، كيف تم الحفاظ عليه أيضا خلال كل هذا الوقت؟ ما هو معروف هو أنه كان موضوعا للنقاش منذ اكتشافه، حتى بالنسبة للسائحين الذين يطيرون فوق الموقع لرؤيته. ويعتقد أن أولئك الذين صنعوه استخدموا تقنية معينة ليكونوا قادرين على صنع مثل هذا الحجم الكبير دون أخطاء، لأنه بسبب الإحداثيات الخمس لن تكون هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان المرء يقف على قدم واحدة أو على يد واحدة. في المركز الثالث نريد أن نخبرك عن فندق مرعب في وسط صحراء نيفادا، ولذلك إذا كنت من الأشخاص الذين يخافون المهرجين فنحن لا نوصي بزيارة تونو باه في نيفادا بالولايات المتحدة، لأنك ستصادف فندقا على حافة الصحراء مزينا بآلاف المهرجين يقع بجوار مقبرة مهجورة. يبدو أن هذا المكان المسمى كلاون موتيل مستوحى بالتأكيد من قصة رعب، فهو محاط بمهرجين ذوي عيون زجاجية. وفي الحقيقة هذا الفندق الصغير كان يجب أن يكون مرادفا للفرح، أو على الأقل هذا ما يقوله أصحابه. يعد فندق المهرج آخر نقطة توقف قبل أميال وأميال وسط صحراء نيفادا، ومن المؤكد أن موقعه هو الذي جعله يعمل لفترة طويلة، وليست الزخارف ولا الحيوانات المحنطة ولا التماثيل الخزفية والأشياء المعلقة على الحائط، فهي تشكل حديقة حيوانات مبهجة تراقب الزوار بعناية من جميع الزوايا الممكنة. في المركز الرابع سنتحدث عن كولمان كولمانسكوب، مدينة الأشباح المدفونة في الرمال. وفقا لما يقولون تعيش هنا أشباح ذات شعر أشقر طويل، ويمكن سماع الهمسات والرثاء في محل الجزار بالبلدة، ولا يزال من الممكن سماع خطى داخل المستشفى. هذه أسطورة مدينة التعدين الواقعة بالقرب من الساحل الناميبي في جنوب غرب إفريقيا، والتي أصبحت في طي النسيان في الخمسينات من القرن الماضي. فهل تجرؤ على زيارتها؟ تقدم ناميبيا تاريخا آسرا وبعض المناظر الطبيعية الأكثر روعة في العالم، ومن بين معالمها
الكثبان الرملية التي لا نهاية لها والتي تصل إلى شاطئ المحيط الأطلسي. هناك تأسست هذه المدينة التي خرجت من لا شيء، بها جميع أنواع وسائل الراحة لمئات العمال الذين أتوا إلى المنطقة لاستغلال منجم الماس. كانت ألمانيا تسيطر على هذا الموقع منذ المؤتمر الذي عقد سنة 1884، عندما أعلنت الدول الأوروبية أنها مؤهلة لتقسيم إفريقيا، وتقع على بعد 15 كيلومترا من ساحل المحيط الأطلسي. كان لسكانها كازينو وكنيسة ومستشفى وحتى مصنع للثلج، ولكن بالنسبة للعديد من المهاجرين الألمان فقد كان ذلك يشبه قضاء موسم في الجحيم. ولكن مع كل هذا، حمى الماس كانت تستحق تحمل درجات الحرارة الحارقة في هذه المنطقة. في المركز الخامس سنتحدث عن مومياوات الصحراء الصينية. حيرت مئات المومياوات المدفونة في قوارب في منطقة صحراوية شمال غرب الصين علماء الآثار. تم العثور عليها في حوض تاريم في التسعينات، حيث كانت أجساد وملابس المومياوات سليمة بشكل مدهش، على الرغم من أن عمرها يصل إلى 4000 سنة، ويبدو أنه تم الحفاظ عليها بشكل طبيعي بفضل الهواء الجاف بصحراء هذه المنطقة، حتى أنه يمكن رؤية ملامح وجهها وشعرها بوضوح. ويعتقد الخبراء أن مظهرها وملابسها تشير إلى أنها كانت من رعاة سهوب غرب آسيا أو مزارعين مهاجرين من الجبال. ولكن مع ذلك خلص فريق جديد من الباحثين الذين حللوا الحمض النووي لهذه المومياوات 13 إلى أن البقايا لا تنتمي إلى الوافدين الجدد، بل لمجموعة محلية تنحدر من السكان الأسيويين القدامى من العصر الجليدي. المركز السادس يعود للتمثال غير العادي الذي يقف في وسط صحراء أتاكاما في تشيلي. يجب أن تعلم أن هذا التمثال من صنع الفنان التشيلي ماريو إيرار زابال، واسمه يد الصحراء. يقع على بعد 75 كيلومترا جنوب مدينة أنتوفاغاستا. يبلغ ارتفاعه 11 مترا، وقد تم صنعه في التسعينات، كما تم العثور على أياد حجرية ضخمة صنعها نفس الفنان على شاطئ لابرافا في بونتا ديل إستي ومتنزه إخوان كارلوس الأول في مدريد وفي البندقية. وبحسب مؤلفه، يمكن لكل زائر ليد الصحراء أن يعطي تفسيره الخاص لمعنى هذا التمثال. البعض يقول أنها المدينة التي تودع المسافر، بينما يرى آخرون أنها تمثل ضحايا الظلم إبان الدكتاتورية العسكرية بين 1973 إلى 1990. هذا الموقع مثالي لمشاهدة النجوم، ولذلك فهو أيضا سياحي تماما، إذ يمكن للزائر الاستمتاع بمشاهدة درب التبانة، الصليب الجنوبي، وغيوم ماجلان، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من النجوم الساطعة. المركز السابع يعود لاكتشاف أثري مذهل جدا. دعني أخبرك أن الصحاري العظيمة للكوكب لم تكن فقط واحدة من سيناريوهات مغامرات الاستكشاف العظيمة في القرن العشرين، ولكنها تمثل أيضا آخر الحدود التي يواجهها العلم. من خلال هذه النتائج يمكننا معرفة المزيد عن ماضينا، وهذا يبقينا في حالة تأهب في انتظار آخر الأخبار. وذلك على الرغم من أن الصحاري تبدو مجرد رمال، إلا أنها تخبئ درجات حرارة شديدة وحيوانات شجاعة وأشياء مدهشة للغاية. وليس ببعيد عن هذا الموضوع، وبينما كنا نبحث عن معلومات حول أحدث الاكتشافات التي تم إجراؤها في الصحراء، عثرنا على هذه الصورة المدهشة. وأخيرا في المركز الثامن نود أن نخبركم عن اكتشاف مذهل. نتيجة لتحقيق جديد، وجد علماء الآثار نوعا جديدا من الكنغر المنقرض، وهو يختلف عن جميع الأنواع الأخرى من خلال وجود جيب غير عادي داخل أنفه. تشير العديد من الأحافير لمجموعة من الجماجم التي تم اكتشافها بشكل شبه كامل، إلا أن هذا النوع من الكنغر يتسلق الأشجار ويتحرك عليها ببطء شديد.
هذا النوع من الكنجر كان يتسلق الأشجار للبحث عن مواد نباتية غير متوفرة عادة للحيوانات الموجودة على الأرض. وجاءت الهياكل العظمية المدروسة من كهوف نولاربور، واكتشفت في عامي 2002 و2003. ولذلك فإن هذا الاكتشاف يعد تذكيرا آخر بمدى ضآلة فهمنا حتى لماضي أستراليا الجيولوجي الحديث نسبيا. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، أكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.